السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا طلاب الصف قسم الرياضيات برحب بيكم. هنكمل إن شاء الله سلسلة الفيديوهات التراكمية لمادتنا رياضيات. هنكمل النهاردة إن شاء الله العمليات على الأعداد الصحيحة، جمع وضرب وطرح وقسم. أولاً عملية الجمع في ص، أول حاجة هناخدها مع بعض، الجمع فين؟ في ص. وهناخد خواص الجمع في ص، بس قبل ما ناخد خواص الجمع في ص هنفتكر كده قاعدة الإشارات. كنا بنقول إن موجب زائد موجب هيدينا إيه؟ موجب، وأجمع الأرقام. طيب لو كان بقى عدد سالب زائد عدد سالب هيدينا برضو عدد سالب، يبقى سالب زائد سالب بيساوي سالب، وهعمل إيه؟ هجمع. طيب لو كان بقى الإشارات مختلفة يعني زي سالب زائد موجب هيدينا إيه؟ قال لي الشرط الكبير واعمل ايه؟ واطرح. يبقى احط دايما الشرط الكبير وايه؟ واطرح. كده ده سريعا يعني في قاعده الشرط. طيب بيقول لي بقى ان خواص الجمع في ص اول خاصيه الانغلاق. طيب عمليه الجمع في ص مالها؟ مغلقه دائما. واعطيني مثال ان 2 زائد 3 ادي موجب زائد موجب اهو هيدينا موجب، وهجمع 2 زائد 3 كام؟ 5، موجب 5، والخمسه دي بتنتمي للصاد. طيب مثال تاني، سالب 2 زائد سالب 3 يبقى هنا سالب وسالب، يبقى هنزل ايه؟ السالب، الاشاره سالبه، وهجمع 2 و 3 5 هيدينا كام؟ سالب 5، وفعلا سالب 5 دي بتنتمي لصاد. طيب لما يكون مثلا عطينا بقى رقمين مختلفين زائد 2، 2 زائد سالب 3، هنا مختلفين في الاشاره، بحط الاشاره الكبير اللي هي مين؟ السالب 3 سالب، وهطرح 3 ناقص 2 يدينا كام؟ 1، يبقى تاني 2 زائد سالب 3 بيساوي سالب 1. تاني خاصية من خواص الجمع اللي هي خاصية الإبدال، وبيقول لي إن عملية الجمع إبدالية في ص. طيب ناخد مثال 2 زائد 3 بيساوي كام؟ بيساوي 5. طب و3 زائد 2 برضه 5، يبقى انا لو بدلت هيحصل حاجه؟ قال لي لا مش هيحصل حاجه في ص. طب ناخد كمان مثال بيقول لي 2 زائد سالب 3 بيساوي سالب 3 زائد 2 بيساوي سالب 1، يعني 2 وسالب 3 برضه سالب 1. طب لو بدلت هيطلع برضه ايه؟ سالب 1، مش هيحصل حاجه. تمام. طيب عندنا خاصية رقم 3 اللي هي خاصية الدمج. طيب يلا نفتكرها، بيقول لي إن عملية الجمع عملية دامجة في ص. طيب ناخد مثال، أعطينا كده 4 زائد 3 زائد سالب 5، دي عشان أقدر أجمعهم دول 3 أرقام، ما أقدرش أجمعهم كلهم مرة واحدة، فهحدد مين؟ الأربعة والتلاتة بكام؟ 4 زائد 3 7، 7 زائد سالب 5 يدينا مين؟ كام؟ يدينا 2. تمام كده، عشان دول الاشارات مالها مختلفة، يبقى ايه؟ هنزل الاشارات الكبير اللي هي السبعة موجبة، وهطرح 7 ناقص 5 يدينا كام؟ يدينا 2. طيب نيجي كده لنفس المثال ولكن بطريقة بقى مختلفة، يعني واحد زميلي هيقول لي لا يا مستر انا هاخد الاول 3 مع مين؟ مع السالب 5. ماشي براحتك، مفيش مشكلة، هدمكم مع بعض هيدينا سالب 2، 4 ناقص 2 هيدينا كام؟ 2. ماشي ده صح وده صح. تمام كده، وبرده نفس الناتج هيطلع، مش هيختلف اي في اي حاجه. طيب بيقول لي كده 4 زائد 3 زائد سالب 5، وهيدمج ال 4 زائد 3 هيساوي 4 زائد 3 زائد سالب 5، وهيدمج ال 3 ومين؟ والسالب 5 هيدينا كام؟ 2، يبقى مش هيحصل اي حاجه. تمام؟ طيب ناخد كده خاصية المحايد الجمعي، واحفظها دي، ان الصفر عنصر محايد جمعي في ص، يعني لو جمعنا اي عدد زائد الصفر هيدينا نفس ايه؟ العدد، فعشان كده سميناه محايد جمعي. يبقى المحايد الجمعي في ص هو الصفر. 5 زائد صفر بيساوي صفر زائد 5 بيساوي كام؟ 5. وسالب 5 زائد صفر بيساوي صفر زائد سالب 5 بيساوي سالب 5. تاني حاجة هناخدها مع بعض، الطرح فين؟ في ص، عملية الطرح في ص. طيب أول خاصية من خواص الطرح خاصية الانغلاق، إن عملية الطرح في ص مغلقة،
تمام. طب ناخد مثال مع بعض، بيقول لي 6 ناقص 4 هيساوي كام؟ 2. تمام كده. والاثنين طبعا بتنتمي للصاد، للصاد الموجبة او الصاد بشكل عام. طيب سؤال تاني بيقول لي 3 ناقص 5 هيساوي كام؟ سالب 2. هنا الاشارات مختلفة، نزلت اشارة الكبير اللي هي الخمسة وطرحت 5 ناقص 3 يدينا 2، يبقى 3 ناقص 5 هيدينا كام؟ سالب 2. وطبعا سالب 2 دي اعداد الصحة السالبة بتنتمي لصوت. طيب سالب 3 ناقص سالب 5، هنا خلي بالك لما يكون في قوس في جواه منه سالب وبره سالب يبقى ايه؟ موجب. يبقى كده هقول سالب 3 زائد 5. طيب هنعرفها بالتفصيل في قاعدة الإشارات بتاعة الضرب إن شاء الله في فيديو اللي جاي. ولكن سالب 3 زائد 5 كده إشارات مختلفة، يبقى هطرح وهنزل الإشارات الكبيرة اللي هي الخمسة هتبقى موجب 2. طيب والاتنين دي برضو بتنتمي مين؟ للصوت. ناخد بقى خاصية كمان، بيقول لي خاصية الإبدال. طبعا الإبدال في الطرح غير ممكن، ليست إبدال، يعني عملية الطرح في صاد ليست إيه؟ إبدال. يعني ناخد كده مثال نعرف بيه يعني إيه غير إبدالية. 6 ناقص 4 هيدينا كام؟ 2. طب اعكسهم بقى معايا، 4 ناقص 6 هيديك كام؟ سالب 2. أوعى تقول لي إن الاتنين هي يا سالب 2، أوعى. الاتنين ده أعداد صحيحة موجبة وده أعداد صحيحة إيه؟ سالبة. طبعا مختلفين خالص. يبقى كده 6 ناقص 4 و 4 ناقص 6 دول غير متساويين، يبقى كده مفيش ايه؟ إبدال في الطرح. طيب الخاصية اللي جاية معانا خاصية الدمج. طبعا عملية الطرح في صاد ليست دامجة، وطبعا هي ليست إبدالية بتعرف على طول ان هي ليست ايه؟ ليست دامجة. رقم 4 ان الطرح لا يحتوي على خاصية المحايد او المعكوس. الطرح مفهوش محايد ولا فيه معكوس. طيب خلينا ناخد سؤال كده نطبق بيه مع بعض، بيقول لي استخدم خواص الجمع في صاد لتسهيل حساب كل مما ياتي مع ذكر الخاصيه المستخدمه. يعني انت هتستخدم خواص الجمع وهتكتب كمان، خلي بالك ده في سؤال في الامتحانات، هتكتب خاصيه كمان، ايه الخاصيه اللي انت استخدمتها. طيب اول سؤال بيقول لي 24 زائد 117 زائد سالب 24. طيب هنا هعمل ايه؟ دور دايما على الاعداد اللي تديك صفر او الاعداد اللي بتديك حاجه اولها صفر. طب هنا 24 وسالب 24 هتدينا على طول كام؟ صفر. باخدهم ايه؟ مع بعض. هاخد 24 زائد سالب 24، نكتبها ازاي؟ هقول 117 زائد 24 زائد سالب 24 وحطهم بين اقواس، يبقى انا هنا بدلت ودمجت، عملت خاصيتين مع بعض في نفس الخطوه، بكتب خاصية الإبدال والدمج. طيب الخطوة اللي بعدها هقول 117 زائد الصفر، ما هما مجموعهم صفر. يبقى دي خاصية إيه بقى؟ برافو، المعكوس إيه؟ الجمعي. طيب 117 زائد الصفر، يبقى دي خاصية إيه؟ خاصية المحايد إيه؟ الجمعي. وهقول إن هيدينا 117، يبقى دي خاصية المحايد الجمعي. وطبعا طلع لي الناتج اللي هي 117 بتنتمي لصاد، يبقى دي خاصيه الانغلاق. ناخد كده اخر سؤال معايا، بيقول لي 51 زائد 37 زائد 49 زائد سالب 37. ندور كده مع بعض الارقام اللي هتدينا اصفار او الرقم اللي هيدينا اوله صفر. هتلاحظ كده معايا ان 37 زائد سالب 37 بيدينا صفار، فهناخدهم ايه؟ مع بعض. هيتبقى لي رقمين مع بعض اللي هي 51 زائد 49. طب ليه بنعمل كده يا مستر؟ خلي بالك حبيبي هم اربع ارقام، فاحنا مش هنجمع الاربع ارقام مع بعض، لا هنقسمهم رقمين مع بعض في قوسين، رقمين مع بعض ايه؟ في قوسين. يبقى احنا كده هنعمل خاصيه جدا وايه؟ ودمج. يلا بينا نكتبها بقى. هنقول ان 51 زائد 49 بين قوسين زائد 37 زائد سالب 37 دول برضه بين قوسين، ودي خاصيه لسه قايلنا الابدال والدمج. 51 زائد 49 هيدينا 100، 37 زائد سالب 37 صفر، يبقى دي خاصيه انا استخدمتها، خاصيه الايه؟ المعكوس الجمعي. 100 زائد الصفر هيديك ايه؟ 100، ودي خاصيه المحايد الجمعي. طبعا ال 100 بتنتمي للصاد، يبقى اكيد ده خاصيه ايه؟ انغلاق. كده حبايبنا نكون انهينا الجزء الخاص ب
خلاص عملية الجمع والطرح في صاد، وإن شاء الله هنكمل سلسلة الأجزاء التراكمية في فيديوهات لاحقة.